أبناء الأعزاء، طلاب الفرقة الثالثة، شعبة حاسب آلي، تكنولوجيا معلومات، فصل دراسي تاني، التعدد المدمج، كلية تجارة جامعة عين شمس. بنتابع مع بعض المحاضرة الأخيرة في موضوع تشغيل الحاسب. المحاضرة دي بتتكون عن المكونات الخارجية للكمبيوتر. أول حاجة الواحد المفتاح اللي هي كيبورد، من حضرتك الصورة بتاعتك قدامك أهي. طبعا الكيبورد مجموعة الحروف، وبعدين مجموعة الأرقام، وبعدين هنا بعض الوظائف اللي محتاجة زي بيج أب وبيج داون وديل ديليت وإند أند سو أون. دي مجموعة الأسهم اللي بتتحرك من شمال من فوق لتحت. المجموعة دي اف 1 اف 2 بنسميها هوت كيز. خلاص دلوقتي المفاتيح بقى بتعتمد على مصدر المسافات من الحروف سواء بالعربي أو الإنجليزي على حسب اللغة اللي أنت بتستخدمها. اللوحة بتشتغل إزاي؟ كل مفتاح من له قاعدة من تحت حوالي لك الصورة بتاعتها. طبعا دي أهمية بعض المفاتيح، وطبعا أكيد أنت عارف الكلام دوت. صورة المفتاح وراها. طبعا اختيار كل محتويات الملف من على الكيبورد كنترول بي، استخدام الخط السليم كنترول بي، حط ايتاليك اندر لاين كنترول يو، النسخ كنترول سي، كنترول في اللصق، كنترول اف البحث، خط مايل كنترول اي، كنترول ان ملف جديد، كنترول او فتح ملف موجود، كنترول بي طباعه، كنترول اس سيف، كنترول دبليو اغلاق، كنترول اكس قص اوقات، كنترول واي اعاده التصرف اللي هي ريدو، كنترول زد اندو التراجع للخلف مره، كنترول انت ذهاب لاخر الملف، كنترول او ذهاب لاول الملف، كنترول انسرت معناها نسخ، كنترول زائد ليفت ار التحرك الواحده للخلف، كنترول زائد رايت ار التحرك الواحده للامام. دي بعض المفاتيح لازم تبقى عارف طريقه عمل لوحه المفاتيح. ده الزرار، بص الزرار في هنا الكي سويتش كونكت. بص خلي بالك في مسافه، في هنا قطعه معدنيه اهي وتحتيها واحده اهي، الاثنين دول ما بيجيبوش لازقين في بعض طول ما انت سايب الزرار. لما بتدوس على الزرار من فوق يبقى الزرار نازل، دي البتاعه دي تتلوي تحت ويقفل الاثنين دول يوصل. خدت بالك؟ ده الغطا ده بتاع الزرار اللي انت بتشوفه على الكيبورد بتاع الكمبيوتر او بتاع اللابتوب، ده القطعه البلاستيك اللي مكتوب عليها الحرف. ده بلينجر، بلينجر اللي هي السوستر، والريتيرن سبرينج السوستر اللي بدل ما تدوس يقوم الزرار راجع تاني فوق. خلاص؟ لما بتدوس الزرار بيعمل كده، خلي بالك السوستر عمل ايه؟ بقى ايه؟ انضغطت، وبعدين الضغط ده راح ضغط على البيز دي راح قفل الدايره، فكده الدايره بتاعت الزرار ده بقى الزرار مش مقفوله، يقوم المذر بورد تحس بان الزرار ده اتقفل، يبقى جايه له السيجنال ده. فمثلا لو الزرار ده مكتوب عليه 5 يبقى معناها ان الكمبيوتر هيستقبل الرقم 5، مكتوب عليه الحرف ايه يبقى الكمبيوتر هيستقبل الحرف ايه. خلاص ده الكلام اللي انا قلت لكم عليه، هتراجعوه مع بعض. نشوف الماوس. الماوس طبعا يعني هو اساسا الماوس اتعمل لتسهيل العمل، بس هو اساسه كان للجماعه الهانديكاب، الجماعه البروجرامرز البروفيشنال ما بيستخدموش الماوس، بيستخدم الكيبورد في اي حاجه اي حاجه. طبعا الماوس اتسهل لان هو اساسا بدايه فكرته لما اتعمل شركه انتل عملته كان بتحاول تيسر الامور على جماعه الناس الهانديكاب. اول حاجه في الماوس اللي هو بالكره الدواره، اعتقد انكم هتبقوا فاكرين ده كان شغال من زمان، في كوره هي شغاله والكابل بتاعه بيتوصل للكمبيوتر، وكل ما بتحرك الماوس يمين وشمال او فوق وتحت الكوره دي بتلف فبتغير لك مكان الماوس. خلاص ده الكلام بتاعه. في الماوس اللي هو بالكره الدواره بس المضيئه اللي هي بالليزر اللي احنا حاليا بنستخدمه، وطبعا في منه بسلك ومن غير سلك، وايرلس ومن غير سلك. ده ماوس عادي اللي احنا بنستخدمه، ده بالاشعه بتاع الليزر. ده الماوس الضوئي اللي هو الاوبتيكال اللي هو ممكن يبقى بسلك وممكن ما يبقاش بسلك. طبعا الماوس بيسهل عليك عمليات كتيره في الكمبيوتر بدون ما تستخدم كيبورد. نشوف بقى الطبعات. اول حاجه اول طبعه طلعت الطبعه الاداريه. يعني ايه الطبعه دي؟ اوريك صورة. شايف التروس دي؟ شايفها معايا؟ دي عليها كل الحروف وكل الارقام. عليها 1 2 3 4 لحد 9 وزيرو، والحرف اي وبي وسي لحد الزد الكبير والصغير، والعلامات الزر جميع الحروف اللي موجوده قدامك في الكيبورد، وكل حرف موجود على دراع من الادراع دي. الادراع دي كتير. ساعتك لما بتدوس على سوري السيجمنتس بتاعت تظهر حرف مثلا الاي،
يقوم يحصل ايه؟ في هنا زي شاكوش يجي عند الحلقة الدايرة دي تلف، تبدأ تلف كده وتيجي تقوم واقفة عند الشريط ده عند الحرف ايه، وبعدين يقوم داخل الشاكوش ضارب على الحرف ايه، فأول ما يضرب على الحرف ايه الشريط ده فيه حبر، ودي الورقة البيضاء، يقوم الحرف ايه ضارب وراجع، يعني الشاكوش بيقوم نقره نقرة واحدة ويرجعه تاني، يقوم معلم الحرف ايه ورا الحرف ايه بي، تقوم الدايرة دي تلف وتيجي الحرف بي، وبعدين يقوم داخل الشاكوش على الحرف بي اللي هو تاكل الإشارة ويقوم ضربه، وهكذا. اللي هي زي الآلة الكاتبة زمان لما كنا بندوس على الزرار يقوم طالع دراع خابط الشريط الحبر يقوم طابع الحبر على الورقة، بس كانت بتلف دي قدر. طبعا النويز بتاعتها جبار، يعني بتديني ضوضاء عالية ما تعرفش تتكلم وهي شغالة جنبك. ظهر بعد كده البرينتر دوت ماتريكس اللي هي عن طريق النقط، بتطبع عن طريق النقط مش حروف، حروف صلبه، وبتطبع بشاكوش على بتنداق بشاكوش على الورق. دي هتشوفها في طباعه الفواتير والشيكات، يعني بص كده وانت بتشتري حاجه من السوبر ماركت البرينتر اللي بتطبع الفاتوره بتاعتك بنسميها برينتر نقطيه. خلاص، البرينتر النقطيه بتعمل ايه بقى؟ ده بنسميه مشط، برنت هيد. المشط، المشط ده فيه مجموعه من المصادر، انت عايز حرف اتش يقوم حرف الاتش المصادر بتاعته تبرز لبره وباقي الحروف بقى المصامير ما تظهرش، فيقوم نازل البلوكه دي مره واحده تقوم عامله كده تك على الورقه، تقوم طبعا ايه حرف الاتش في صوره نقط. وطبعا لو انت عايز تشوف النقط لما تطبع كبرها بالعدسه، لان النقط صغيره قوي وجنب بعض، فلما تشوفها من بعيد تحس ان هي متصله، بس هي مش متصله، هي زي ما انت شايفها كده، دي الصوره دي صحيحه كده تمام 100%. خلاص، ظهرت بعد كده الانك جيت. الانك جيت دي كان طبعا اختراع، واول شركه عملتها هيلمت باتر اللي هي الاتش بي، وكان اول ما عملتها كانت بتعمل لها الوان ما كانتش اسود بس، وطبعا كان فن جدا في تصنيعها. دي شكل الانك جيت. الانك جيت بتحتوي على ثلاث تنكات حبر، والثلاث تنكات حبر بيتم خلط الحبر، سحب الحبر عن طريق شفاطات من كل تانك، الاسود والازرق والاحمر، ياخد شويه ازرق وشويه اسود وشويه احمر كميه معينه طبعا، وبعدين يخلطهم عنده خلاط. سرعه التدوير او سرعه الخلط بتختلف من لون للتاني، وبعد كده يقوم قاذفهم على الورقه بنفاث زي الرشاشات بتاعت العربيه، لما يقذفهم تدخل مكوى تسخنهم بدرجه حراره معينه تقوم تديك درجه اللون اللي انت عايزه. يعني بص الخطوات، يبقى بياخد كميه حبر معينه، وبعدين يخلطها بسرعه معينه، وبعدين يقذفها بسرعه معينه، كل دي بتاثر في درجه اللون، وبعدين لما يجي يسخن عشان ينشفه يسخن بدرجه حراره معينه. فمثلا درجه الحراره اللي تديه الاحمر الغامق مش درجه الحراره اللي تديه الاحمر الفاتح، دي حاجه ودي حاجه. ماشي كده؟ ازاي بقى الحبر ده بيطلع؟ حواليك الشكل بتاعه هنا، النزل ديت الكاسنج بتاعتي والهيتنج اليمنت اهي، ده السطح اللي هيتسخن عليه، دي نقطه الحبر اللي طالعه اهي هتتخرط، وبعدين لما هتتبس على الورق هتبقى بهذا الشكل. خلاص؟ دي عشان كده بيعمل كده بينفض، عشان كده بنسميها نفاثات الحبر، انك جيت. ماشي كده؟ ده الكلام اللي احنا قلنا. طبعا الليزر طبعا بتعتمد على الليزر، هوريك الشكل بتاعها، ودي برضو كانت اول شركه عملتها زيروكس. طبعا الليزر اللي احنا بنتعامل معاه حاليا دلوقتي في مركز توفيق الشغل بتطبع صفحه وصفحه. التونر هيد بتاعك اهو، دي الشانج كرونا اسمبلي، دي الديفولفر رولر البكر اللي بتلف في الحب، ودي البرنت درام الدرام بتاعك. اللي بيحصل بقى في طبعا الليزر، تعتمد فكره طبعا الليزر على الشحنه الكهروستاتيكيه، مثلها مثل فكره عمل ماكينه تصوير المسلم. الشحنه السالبه بتجذب الشحنه الموجبه، احنا عارفين ان الشحنات الكهربائيه اللي اما موجبه اللي اما سالبه، فلو حطيت شحنتين موجبتين جنب بعض بيتنافوا، واثنين سالب جنب بعض بيتنافوا، مين هيتجاذب؟ الموجب مع السالب، فهي بتعتمد على الشحنات السالبه والشحنات الموجبه. مستودع الحبر بنسميه تونر، اسطوانه دواره اللي هي بتسحب الحبر بنسميها ديفولفر رولر، يكون بسحب الحبر من المستودع. اسطوانه الطباعه بنسميها درام، عشان كده بيقول لك ممكن الدرام يكون باظ او يتخربش. مساحه التنظيف او حاجه اسمها مساحه التنظيف بتنظف الترام بعد كل صفحه، يعني بعد ما تطبع الصفحه
لان الليزر بتطبع صفحه بصفحه، الانكجيت بتطبع سطر بسطر، خلاص بتنظف. في سلك الشحن الموجب اللي هو الشارج كرونا واير، ده السلك اللي بيدي الشحنات الكهربائيه الموجب. الليزر بتعمل خلايا حساسه للضوء جدا، الماده ديت بتفقد شحنتها اذا سقط الضوء عليها. ففي البدايه يتم شحن الدرام كله بشحنه موجب، يبقى اول ما بتدي امر الطباعه الدرام ياخد اللقطه بتاعته موجبه، الشحنه بتاعته تبقى خلاص بالظبط كده. الشارج كرونا واير اهي راحت مديها الدرام الشحنه الموجبه. وبدوران الدرام تقوم الطبيعه بتسليط شعاع الليزر المنعكس من المرايه بمسح الاسطوانه اثناء حركتها على شكل سطور افقيه، حيث تحتوي كل سطر على مجموعه من النقط. يتحكم بعمليه المسح فيها معالج خاص بنسميه المايكرو بروسيسور. المايكرو بروسيسور ده موجود داخل الطبعه، بيقوم بتشغيل الليزر عند المناطق البيضاء ويطفيه عند المناطق السوداء. يتم تفريغ الشحنه من بعض المواد بحيث ترسم الحروف والاشكال المستلمه من الكمبيوتر في صوره مناطق مشحونه كهربائيا. شوف الفن. وبهذا نجد ان هناك مناطق على الدرام مشحونه بشحنه سالبه او عليها بيانات، ومناطق اخرى مشحونه بشحنه موجبه او ليس عليها بيانات. طبعا لما فضى البكره بعد كده بتلف، الدرام بتلف وتاخد الحبر، فالحبر بيتلزق في الحته الموجبه، الحته اللي ما فيهاش شحنه ما بتاخدش حبر. فلما الدرام ده يلف على الورقه، والورقه طبعا اللقطه بتاعتها اللي هي الحاجات الموجبه على الورقه اللي انت بتشوفها قدامك، عشان كده وبتتسخن. عشان كده لما تسحب الورقه من الليزر على طول بتلاقي الورقه سخنه. ده الكلام اللي احنا قلنا عليه. دي الشكل اللي ازاي الحبر بينزل على الدرام وبينزل على بعد كده على الورقه. ده الشكل بتاعها بالالوان. اللمبه دي هي اللي بتسخنها عشان تنشف الحبر، وبعد كده في الكلينر زي المساحه بتاعت العربيه كده تمسح لك الدرام ترجعه زيرو عشان ياخد الصفحه الثانيه والعمليه تتكرر. طبعا المسح الضوئي انتوا عارفين اللي هو الاسكانر بنستخدمه عشان امسح صوره او امسح دوكيمنت او مستندات. في منه انواع كتيره، ده اللي نسميه فلات بيت اللي بيبقى على المكتب. في دي العجله الدواره بتمررها انت بايدك، وفي اللي هو بكره بتحط الورقه وهي بتسحب البكره، وهكذا.